الحمد لله على السلامة يا هانم. الله يسلمك. عملت اللي أنا قلت لك عليه؟ كله تمام يا هانم، حجز الطيارة والأوتيل وكله. ممكن تفهميني في مروة؟ مالها؟ خدت حكم براءة خرجت من السجن. نعم، ازاي تاخد براءة بعد كل اللي عملته ده؟ قلت لنبيل بابا احمد خرجها. انا خايف على بابا قوي، ولا بياكل ولا بيشرب. انت مش فاهم حالته النفسيه عامله ازاي. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده، هو انكل نبيل ده مش المحامي بتاع باباكي؟ ازاي ترفع عنها وتجيب لها براءة؟ معرفش بقى يا كريم، اصلا احمد ساب البيت ودلوقتي مع دينا. طيب ممكن نهدى بس ونفكر بالعقل. دلوقتي اللي اسمها مروة او مرة دي هي مش هتقدر تعمل اي حاجة خالص، وباقي وطلقها، مفيش اي خوف منها. والنبي يا كريم ما تسيبنيش وتسافر، خليك جنبي. أنا عايز أفضل جنبك، بس فكرة سفر. بس إيه؟ كريم يا ستي دي لو رجعت في حياتنا تاني أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا مش عايزة أبقى لوحدي. فين اللي مشغلك؟ مروهاني. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه؟ كنت فاكرني مش هخرج؟ كنت فاكر ان انت هتاخد 20 سنة وفلوسي وتطلقني وتسجني وهسكت لك؟ انا اخدت منك اللي انت اخدتيه مني. الفلوس اللي انت لميتيها من ورايا وطلقتك لما عرفت خداعك وكدبك ليا 20 سنة. الفلوس دي كانت تمن عشرتي ليك 20 سنة، تمن كلمة مراتي اللي انت كنت بتقولها. وعندي دي ما تقولهاش تاني، لأنك اتولدت وعندك كل حاجة، لكن مرة السيد غراب اتولدت ما عندهاش حاجة خالص، عاشت واتجوزت وخلفت واتاخد منها كل حاجة. كنت بتعاير بفقري وأصلي. يعني انت بتعترفي انك ما اسمكيش مروة واسمك مرة؟ لا 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 لا، أنا ما اعترفتش بحاجة. الاعتراف لسه جاي قدام، ما تستعجلش. في ظرف 24 ساعة تديني 30 مليون جنيه، ما ينقصوش جنيه. ايه؟ انت السجن لحس دماغك ولا ايه؟ امشي اطلعي بره. قوي قوي. بس وانا خارجة بقى هكلم رنا في التليفون واقول لها ان انت مش ابوها، وان نسمة شوقي مش امها، وانها خلتك تزور في الاوراق، وهقول لها ان انت كذاب ومزور وهسجنك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بقول الحقيقة. حقيقة ايه؟ ان رنا بنتي، بنت مرة السيد غراب، اللي بعتها من 20 سنة عشان ما كنتش لاقي ياكل. ولما عرفت انا بعتها لمين رحت له، وقال لي ان هو باعها لواحده اسمها نسمه شوقي، كانت عايزه تلبسها الراجل قبليك، ولما خلع هو لبستها انت يا عيني زي اللهبل، وكتبت البت باسمك. ايه؟ كنت فاكر الخير اللي انت بتعمله مش هيتكشف؟ انا لو منك بقى كمل بقيه الخير واديني ال 30 مليون جنيه، يا اما قسما عظما هفضحك وهسجنك. كل السنين اللي فاتت دي وانت عايشه بتكدبي، كل السنين اللي فاتت دي وانت عايشه جنب بنتك وهي عارفه ان امها ماتت. رنا اكتر واحده محظوظه، لانها اتربت في بيت طارق التميمي، ولما كانتش عندك انا ما كنتش جات لك، لكن طلعت بنت عندها قساوه قلب زي بالظبط. طبعا انت ممكن ما تصدقنيش، ساعتها بقى هقول لك نعمل تحليل وندور في الورق القديم. وخلي بالك انا سجنت قبل كده ومش فارق معايا، لكن انت بقى
مش هتستحمل يا طارق بيه. زي ما قلت لك 30 مليون جنيه وهغور من وشكم. انا اصلا مش عايزاكم ومش هتكلم تاني.